السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايه اهلا نتوصل الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اعزائي الكرام، والذي من خلاله كبدايه وبدون اي مقدمات باغي نقول برافو لبغداد بونجاح المنقذ والسفاح الجزائري الذي انقذ المنتخب الوطني الجزائري اليوم، والذي اعطانا امل لاجل التاهل الى دور 16 لبطوله كاس امم افريقيا. نستعرض بك بونجاح، والله غير نستعرض بك ونرفع قبعه احتراما لك، وكذلك ايضا للاعبين الاخرين اللي قدموا مباراه خرافيه اليوم، ويعني ما خلوناش نخرجوا بنتيجه سلبيه في هذه المباراه. وانا في الفيديو السابق قلت لكم اضعف الايمان، اضعف الايمان لازم تتعادلوا في هذه المباراه، واللاعبين لبوا الدعوه الذاكره مقدموا عليهم شمخوا تريكو صراحه يعني في هذه المباراه. ونعتذر على رده فعلي اللي كانت غاضب فيها في الفيديو السابق، لانه ما قدرتش نتمالك نفسي بسبب الاخطاء التحكيميه، وكذلك ايضا بسبب الاخطاء اللي اقترفوها لاعبي المنتخب الوطني الجزائري مجددا، ونفس سيناريو مباراه انغولا عاد علينا، ونعطيناهم ضربه جزاء كانت كهديه صراحه، كنا قادرين نفوزوا في هذه المباراه، ولكن ان شاء الله ما قدر فعل. وكما قلنا التعادل يعني افضل من الخساره، وما زال هنالك حظوظ للمنتخب الوطني الجزائري من اجل التاهل الى دور ال 16. فالف مبروك للاعبي المنتخب الوطني الجزائري، بالرغم من انه طلعونا لا تنصف هذه المباراه صراحه. على كل حال، بغداد بونجاح رسميا يفوز بلقب رجل المباراه، وصراحه يستحقها بجداره واستحقاق. في المباراه الاولى سجلنا هدفين، واحد حسبه تسلل، واليوم اعزائي الكرام سجل هدفين، واللاعب هذا خطاه ثابته مع المنتخب الوطني الجزائري ويستحق لقب رجل المباراه. وطبعا اصبح في رصيد المنتخب الوطني الجزائري اعزائي الكرام نقطتين، ان شاء الله في المباراه القادمه نفوز على منتخب موريتانيا في هذه المباراة الأخيرة. حاليا شارك معكم ماذا قالت الفيفا والكاف عن فوز المنتخب الوطني الجزائري اليوم أمام نظيره المنتخب البوركينابي في هذه المباراة التي كانت مستعصية وكذلك معقدة. طبعا الفيفا صرحت قائلة إعصار جارف من العواطف، وشاركت معنا لقطة تسجيل يعني الهدف الثاني للمنتخب الوطني الجزائري من السفاح الجزائري بغداد بونجاح الذي عدل النتيجة وأعطانا حظوظ وكذلك أيضا أمل من أجل التأهل إلى دوري 16. أما بالنسبة للكاف صرحت قائلة عن أهداف المنتخب الوطني الجزائري، بغداد بونجاح يسجل هدف التعادل مرة أخرى في مرمى بوركينا فاسو من ضربة رأس متقنة، وأيضا تعادل مثير بين المنتخبين في لقاء ممتع على ملعب السلام ضمن مواجهات المجموعة الرابعة. طبعا الكاف والفيفا فرحوا بينا، ولكن احنا ما راناش فرحانين بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، لانه الاخطاء التحكيمية اللي كانت اليوم كانت كارثية. راح نشارك معاكم لقطات جديدة في هذا الفيديو بعد قليل، ولكن صراحة الاتحاد الافريقي لكرة القدم يعني دار واحد الكارثة كبيرة جدا، خاصة بعد تعيينه حكم تقنية الفار للمرة الثانية على التوالي للمنتخب الوطني الجزائري، الا وانه حذرنا منها قبل المباراة، ولكن بزاف ناس ضحكوا علينا. ولكن اليوم صراحة شفنا سيناريو ضد المنتخب الوطني الجزائري، وحاليا وقفتوا على كلامي. حاليا شارك معكم تصريحات بغداد بونجاح. بغداد بونجاح صرح قائلا: الحمد لله ربي ما خيبناش، كنا حابين نفوزوا، اخطاء تصرى ديما كيما اخر دقيقة في الشوط الاول، الحمد لله جبنا التعادل وركزنا في الشوط الثاني والجو كان صعب، ان شاء الله في اخر مباراة راح نفوزوا ونجيبوا التأهل، توقيت المباراة كان صعب وقدمنا مباراة كبيرة والمدرب دعمنا بين الشوطين، تسجيل الاهداف يعطيني الثقة، الحمد لله اللي اعطيت الامل للمنتخب الوطني الجزائري في التأهل، فقدنا السيطرة في بعض الاجزاء من المباراة، لكن لا نهتم ولا نتهم أي أحد لأننا فريق واحد، وعندما أسجل أشعر بثقة كبيرة، ولكن الأهم هو اللعب كفريق. فصراحة برافو للمنقذ بغداد بونجاح في هذه المباراة، وكذلك أيضا لأصحاب الأسيست في هذه المباراة. فالماضي بعد المباراة صرح قائلا: كنا الأخطر في اللقاء وصنعنا فرص عديدة، سيناريو هدف أنغولا تكرر معنا اليوم، يعني يتكلم عن ضربة الجزاء اللي قدمناها لهم أمام منتخب أنغولا وأمام منتخب بوركينا فاسو اليوم كهدايا، أنا راضي عن جميع اللاعبين وثقتي بهم كبيرة، أردنا الخروج بالتعادل على أقل تقدير من أجل الحفاظ على حظوظنا، رأينا الكثير من الأشياء الجيدة في الشوط الأول الذي كان جيدا للغاية رغم هذا الهدف الذي استقبلناه. وأيضا صرح قائلا: عدنا إلى نقطة البداية وخاطرنا في الشوط الثاني برأسيتين من عمورة وبغداد بونجاح، بصراحة كل اللاعبين الذين عادوا كانوا سيعودون، لكن الظروف غيرت الأمور، كان بإمكان بغداد بونجاح أن يخرج لكنه كان علينا المخاطرة وقد فعلنا ذلك، ومن خلال المعاناة حققنا نجاحاتنا في الماضي رغم كل الصعاب، لدي ثقة في لاعبي فريقي ولقد عادوا بنفس التصميم، وما ينقصنا هو أن نكون أكثر قوة، ضد موريتانيا ستكون مباراة نهائية ونحتاج إلى النشاط،
بالنصر يعاني من ألام في الركبة الخاصة به، وأفضل لكن لا أعلم إذا كان سيكون متاح للمباراة القادمة أم العكس. أريد أن أشير إلى شيء واحد بخصوص التحكيم، يبدو أنه لم يتم الإبلاغ عن لمسة اليد في منطقة الجزاء لصالحنا، إنه أمر مهم في مباراة كهذه. آمل أن يتم سماع الرسالة، يعني حتى بالماضي مستاء من التحكيم، يعني كي تكلمنا على التحكيم حتى في الفيديو السابق أعزائي الكرام تكلمت عن التحكيم، بزاف ناس راحوا يضحكوا عليا قالوا لي بلي التحكيم كان عادل. واش نتوما شاهدتوا المباراة هذه؟ بالك شاهدتوا مباراة الجزائر وبوركينا فاسو نتاع التصفيات نتاع المونديال؟ واش نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا؟ أنا ما فهمتش خاوتي، واش غير أنا اللي شاهدت النقاط السلبية في هذه المباراة اللي كانت تعني بالتحكيم، ولا كنت نشاهد مباراة أخرى؟ العلم لله ما فهمتش أعزائي الكرام، بزاف تعليقات قالوا لي يا وليد التحكيم كان جيد في هذه المباراة، كيفاش كان جيد؟ أنا ما فهمتش. إذا راكم فاهمين انتم خبرونا في صندوق التعليقات. بالماضي وصل كلامه قائلا في نفس السياق: لا أحب فكرة إطلاق اللوم على لاعب يعني مثل رياض محرز. محرز كان جيدا جدا في الآونة الأخيرة، وركزنا على اللاعب على الجهة اليسرى أكثر من اليمنى. أحببت كثيرا مردود عمورة والناس، وليست لدي فكرة حول الهجوم على رياض محرز. نحن نعتمد عليه من أجل التسجيل، رياض قائد وهو يؤكد ذلك مؤخرا. بالنسبة لتصريحات مدرب بوركينا فاسو، صرح قائلا: هنالك القليل من خيبة الأمل في غرفة خلع الملابس، هذا يظهر أن لدينا الطموح. أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، ولكن استقبلنا أهدافا من الركلات الثابتة، ربما لم نتمكن من الحفاظ بالكرة في بعض الأحيان، التفاصيل هي التي تصنع الفارق. ما يقلقني هو الإصابات، اليوم أصيب لنا مهاجم ولم أعد أتذكر الإجراء الذي كانت فيه لمسة يد ضدنا، ردا على سؤال عما كان محظوظا لأن الحكم لم يذهب لرؤية تقنية الفار. يعني حتى الصحافة ونبهوا مدرب منتخب بوركينا فاسو، احنا يعني كي رايان أيت نوري ارتكب خطأ تجاه لاعب الخصم يعني منتخب بوركينا فاسو، مباشرة الحكم الفار استدعى الحكم الساحة باه يروح يعاين اللقطة على الزي كرام ويعطيهم ضربة جزاء. ولكن احنا كي لمسة الكرة يعني يد مدافع منتخب بوركينا فاسو، تقنية الفار يعني شاهد ما شافش حاجة، يعني تقنية الفار غمضوا عينيهم وتستروا على الأمر. وطبعا هذا حظ بالنسبة لمنتخب بوركينا فاسو. وصرح قائلا بالنسبة لبليلي: بصرف النظر عن البداية التي كانت قوية واللي قدمها بليلي، واجهنا صعوبة في مجاراة هذا اللاعب، فقد نجحنا في التعامل معه بشكل جيد ولم نتعرض للخطر من هذا اللاعب. يعني هنا المدرب راه يأكد باللي أنه حاولوا الحد من خطورة يوسف بليلي في هذه المباراة. وها هو تنقيط لاعبي المنتخب الوطني الجزائري ونظيرهم المنتخب البوركينابي. كانوا عندنا لاعبين كارثيين في هذه المباراة صراحة، الحقيقة تقال كانت عندنا بعض اللقطات كارثية وبعض اللاعبين ما قدموش الأداء المطلوب منهم. حاليا أعزائي الكرام نمر إلى الأخطاء التحكيمية، وطبعا كي نتكلم عن الأخطاء التحكيمية، الفاف اليوم رسميا بعد المباراة مباشرة راح تحتج ضد التحكيم. بما تقولوليش يا وليد انت راك مبالغ في الأمر، ما رانيش مبالغ في الأمر أعزائي الكرام، أخطاء تحكيمية كارثية حدثت في هذه المباراة. الحكم يعني حكم الساحة ممكن نجي معاكم، يعني حكم الساحة كان نزيه نوعا ما، ولكن تقنية الفار تخدم فقط ضدنا. هذه هي النقطة اللي باغي نتكلم عليها أعزائي الكرام، وأنا نبهت من تقنية الفار قبل هذا الفيديو قبل المباراة أصلا. قلت لكم باللي أنه كاين إن في تعيين حكم تقنية الفار مرتين على التوالي لمباراة المنتخب الوطني الجزائري، راهم يوجدوا لنا حاجة. وطبعا شفنا اليوم أعزائي الكرام أنه وجدوا لنا حاجة كبيرة 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 جدا. طبعا ها هي الأخطاء التحكيمية الظاهرة أمامكم هنا، يعني في هذه الصورة الظاهرة أمامكم أعزائي الكرام، شوفوا لاعب منتخب بوركينا فاسو كيفاش حكم يعني بغداد بونجاح. هذه مصارعة حرة، هذه مش كرة قدم، هذه مش كرة قدم. وطبعا بلايلي كان في الجهة الأخرى حب يوزع لبغداد بونجاح، وبغداد بونجاح جبر روحه يلعب في الدبليو دبليو إي، أسقطه لاعب منتخب بوركينا فاسو، ومن بعد أعزائي الكرام الكرة خرجت، ولكن الحكم ما شافهاش. ممكن حكم الساحة تغاضى عنها ولا ما شافهاش، ولكن تقنية الفار ما دام استدعات حكم الساحة به عاين يعني الخطأ اللي ارتكبه ريان أيت نوري، علاش ما عاينتوش الخطأ اللي ارتكبه مدافع منتخب بوركينا فاسو اتجاه بغداد بونجاح؟ واش يعني حلال عليهم وحرام علينا؟ هذا هو اللي خلاني عزيزي كرام نغضب في الفيديو السابق. ما تقولوليش يا وليد راك تتكلم بشعبوية، لأنه ما بقاتش يعني احترافية في كرة القدم. ما دام الفار يخدم لجهات معينة سي بون، يعني نقطة عود إلى السطر. أحيي الاتحاد الجزائري لكرة القدم لأنه اشتكى ضد تقنية الفار والتحكيم في هذه المباراة اللي كان كارثي. وطبعا عزيزي كرام ها هي اللقطة الموالية اللي تبين لنا لأنه الحكم المباراة حرمنا من ضربتي جزاء. كما تشاهدون هنا لمسة يد مدافع منتخب
بوركينا فاسو. وهنا في التسديده الخاصه بمحمد الامين عموره في الدقيقه 57 لمست يد مدافع منتخب بوركينا فاسو، فضربتي جزاء حرمونا منهم، وكذلك ايضا ضربه الجزاء الاخرى حرمونا منها بسبب عرقله بغداد بونشح. هذه الامور كامل ما شفتهاش تقنيه الفار. شفت فقط الهدف اللي سجله منتخب بوركينا فاسو في الوقت بدل ضائع من الشوط الاول، تم تقنيه الفار قتلهم ديركت هدف. ايضا في المباراه اللي قبلها خاوتي يعني الهدف اللي سجله بغداد بونجاح يعني ما حسبوه الناس وذلك بداعي التسلل، يعني رانا نشوفوا تقنيات الفار خاوتي ضد المنتخب الوطني الجزائري وفقط. نورمالمون تقنيات الفار من اجل فك النزاعات، ولكن رانا نشوفوا ان تقنيات الفار راها ضد المنتخب الوطني الجزائري بشكل ملحوظ وبشكل كارثي. فلهذا الاتحاد الجزائري لكرة القدم قام باحتجاج رسمي ضد التحكيم في هذه المباراة، ونحيي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم لقيامه بهذه الخطوة. وقبل المباراة كانت هنالك امور خارج عن السيطرة، يعني فقط مع الانصار بين المنظمين والانصار الجماهير الجزائرية كانوا حاقرينهم على الذاكرة محبوا يفرقوهم على مدرجات ملعب السلام، يعني فقط باه ما يشكلوش حلقه واحده ويشجعوا المنتخب الوطني الجزائري والصوت نتاعهم يكون مسموع، باه يشجعوا المنتخب الوطني الجزائري دفعه واحده. حبوا يفرقوهم باه يعني الصوت نتاع الجماهير ما يوصلش للاعبين بشكل جيد. يعني التحكيميه ظلمونا، من ناحيه التنظيم ايضا ظلمونا. روحوا شاهدوا اعزائي الكرام الصفحات راهم بارطاجيه كلش اعزائي الكرام، باه تقول الوالد راه يكذب او شيء من هذا القبيل. انا انفعلت بشكل كبير جدا في الفيديو الاول بسبب التحكيم، وها هي اللقطات الظاهره امامكم، انتم اكتبوا لنا في صندوق التعليقات واش ظلمونا تحكيميا ولا رانا نخرطوا. يعني كل شيء واضح، كل شيء واضح كوضوح الشمس، والاتحاد الافريقي لكره القدم يجب ان ينظر. انا بالي بلي الكاف زي كرام حتى هي متواطئه، ولكن على الاقل على الاقل درنا احتجاج ضد هذا التحكيم الفاسد اللي كان اليوم. وطبعا علامه استفهام تطرح لماذا تم تعيين حكم تقنيه الفار للمره الثانيه على التوالي. كان هذا فيديو اليوم، خبرونا رايكم في صندوق التعليقات، وانتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.